السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الخال في المنام وماذا تعني رؤيته في منام الرجل والمرأة رؤية الخال في المنام يختلف تفسيرها من شخص لآخر وفي حال رؤية إلى أخرى فعند مشاهدة الخال في بيت الرائي دليل على وجود صلة الرحم وأن الرائي يحب عائلته ويهتم بهم ولا يحب قطع هذه الصلة ويختلف كذلك تفسير رؤيه الخال في المنام باختلاف الراي من امراه عزباء او فتى اعزب فهذا دليل على حدوث زواج قريب اما عن رؤيه الخال للمتزوجين سواء الرجل او المراه فهذا نظير بالخير القريب وان اي مشاكل حاليه يمر بها الراي سيتم حلها باذن الله قريبا وقد تكون رؤيه الخال في المنام هي دليل على التعافي من المرض او عوده الغائب تفسير الخال في المنام له دلائل علي التعلق الشديد لصاحب الرؤيا بخاله والحظ السعيد للرائي وعندما تشاهد فتاة عزباء لخالها وهو يقوم بحضنها وضمها في المنام ثم من بعد ذلك يتحقق في الحقيقة فهو دليل علي ان تلك الفتاة تحب شخص وهذا هو الرجل الصالح وان زواجها سوف يتم ويكون هذا الزواج المبارك ولكن عند رؤيه الفتاه انها تأخذ من خالها فستان او دبله او معطف فهذا دليل علي قرب موعد الخطوبه او قرب موعد الزواج ولكن اذا اعطي الخال للفتاه العزباء حذاء في المنام فهذا دليل علي انها سوف ترزق بعمل جديد وتكسب منه الرزق الوفير وعند مشاهده المرأه المتزوجه لخالها يعطيها هديه مثل الملابس او الذهب فهذا دليل انها سوف تنجب طفل جديد يحمل صفات طيبه ويكون هذا الطفل بارا جدا بأهله وأنه سوف يسبب لها السعادة أحيانا رؤية المرأة الحامل لخالها في المنام خاصة إن كان الخال يعطيها هدية فهذه الهدية دليل على أن الحامل سوف تنجب ولد وأيضا رؤية الخال في المنام تومئ بالخليل أي الصديق الأصيل المخلص وأشار أن ذلك الصديق ستدوم علاقته بالحالم وسيكون مساند له في وقت ضعفه وحاجته يقول ابن سيرين عند مشاهدة الرأي للخال وهو يبكي في المنام بل هو شديد البكاء فهذه الرؤيه دليل على كثره المشاكل في حياه الرائي ورؤيه المريض للخال الميت في المنام دليل على الشفاء العاجل وان كان الرائي يعاني من بعض الاضطرابات النفسيه دليل على التخلص منها. تفسير رؤيه الخال في المنام للمطلقه المطلقه لو رات خالها في الحلم وعندما احتضنته شعرت بامان وهدوء لم تشعر به سابقا فهذا الحلم يدل على شيئين الاول ان كل ذكريات الرائيه وما بها من اوجاع خاصه بسوء تجربتها مع زوجها السابق وصدمتها فيه ستزول مع الايام وقريبا ستجد قلبها خال من اي جروح عاطفيه والاشاره الثانيه انها احتمال كبير ستدخل عمل او وظيفه جديده وتبدا من خلالها حياه مهنيه قويه ومريحه لو تشاجرت المرأة المطلقة بعنف مع خلا في المنام وارتفع صوتها وكان الشجار أشبه بالمعركة الحادة فهذا هم شديد ستجده في طريقها وربما الوقت الذي تشعر به في الحزن سيزداد وهذا سيجعلها موجوعة أكثر مما سبق ولكن عليها ألا تفقد الأمل في الله لأنه قادر على تبديل الأحوال في طرفة عين وكل الحزن والوجع الساكن في قلبها وارد يتبدل بأفراح وراحة لا حدود لها فبالصلاة والصبر ستحل كل المشكلات. تفسير رؤية زيارة الخال في المنام أشار الفقهاء أن زيارة أفراد من عائلة الحالم تُومئ بأكثر من تفسير. أولاً أن الشخص الذي زاره في الحلم ربما سيقوم بالفعل بزيارته في اليقظة في غضون أيام التفسير الثاني ربما يسمع الحالم انباء عن ذلك الشخص في اليقظه وستكون اخبار ساره لو كانت على هيئه الشخص الذي زاره سواء عم او خال او اي من افراد العائله كانت حسنه ومفرحه لو كانت هيئته حزينه وثيابه ليست مناسبه او بها تمزيق واضح فهذه ستكون على الاغلب انباء كلها احزان التفسير الثالث ربما يكون خال الراي يفكر فيه دائما ويذكر اسمه ويتحدث عنه تفسير تقبيل الخال في المنام عندما يشاهد شاب أعزب أو فتاة عزباء أنهم يقبلون الخال في المنام هذه الرؤية دليل علي عودة الخال من الغربة أو السفر أو ربما هو دليل علي الفرج وفك القرب وانتهاء المشاكل والأزمات ورؤية الشاب الأعزب والفتاة العزباء بأن الخال يقبلهم في المنام هذه الرؤية تكون دليل علي الزواج من الحبيب أو الحبيبة بعد طول الإنتظار وبعد مواجهة العديد من الصعوبات وإذا كان الرجل متزوجا أو المرأة متزوجة فهذه الرؤية دليل على الخير الوفير والرزق الكثير وربما تغير الأحوال إلى الأفضل وأحيانا يكون تقبيل الخال في المنام ليس دليل على الخال بل على صديق ما وعودته بعد طول غياب. تفسير رؤية حضن الخال في المنام من الرؤى المبشرة بالرزق والخير دائما عندما يشاهد الرائي أو الرائية حضن الخال في المنام فهو دليل على كثرة الرزق وراحة البال والاطمئنان والشعور بالسعادة والفرح الدائم، رمز الاحتضان في المنام من الرموز العميقة والحاملة في داخلها الكثير من الإشارات، احتضان الحي في الحلم سيكون مختلف بشكل جذري عن احتضان الميت، فلو رأى شخص في منامه أنه يقوم باحتضان شخص معروف له مثل الأقارب أو الأصدقاء فتأويل الرؤية سيكون طيب ومبشر والى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد فلا تنسوا الدعم دائما بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته